من الحاجات المهمه جدا يا فاروق انه الاهلي الفتره اللي فاتت دي كلها بنشوف انه بيلعب على الارض اكتر، انه في بنى للعب اكتر، انه بيعرف يطلع كرة على الطرف وبيعرف يلعب كمان في العمق بشكل كويس، عكس فترات ماضيه مع سواريش او حتى في الفتره الاخيره مع موسيماني انه كان في كرات طوليه كتير، يعني كان بيعتمدوا على اللونج باس كتير. الامور دي اتحسنت شويه في الاهلي؟ اتحسنت كتير، اتحسنت كتير، وبقى في نهج الخروج بالكوره. المدربين الكبار او مدربين كره القدم لما بيبقى فيه بنقل الكوره، انت دايما بتفكر كمشاهد بتتفرج على المباراه بتشوف الكوره بتبدا من عند حارس المرمى او المدافع، تقول هو اللي بيلاقي اللي فاضي بيلعب له، يعني ما فيش فكره او في حاجه متحضره قبليها. لا، الموضوع ده مش حقيقي خالص. المدرب الكبير بيبقى عارف هيطلع منين ومعرف المدافعين هيطلعوا منين. حتى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد كان ليه تصريح وقال ان حارس المرمى لما كان بيتهمش في الكره الذهبيه وما بياخدش الكره الذهبيه، قال انا المسؤول في ريال مدريد عن بدايه الهجمات كلها، وانا اللي بحرك الفريق وبعرف امتى ابدا وابدا فين. فده موجود مع مارسيل كولر. لو شفنا هنلاقي، يعني قبل ما نعرض الحالات هشرحها لك، دايما تحضير اللعب موجود عند الجبهه اليسرى عند علي معلول. ليه الجبهه اليسرى عند علي معلول؟ لان علي معلول لاعب معروف ان هو على الارض كويس جدا، بيميل معاه احمد عبد القادر وهو لعيب مميز. والجبهه دي قبل ما يجي اعتقد كولر كان متقال له ان الجبهه دي جبهه مميزه، والظهير الايسر في النادي الاهلي هو ظهير هجومي مميز، فقال ان انا انقل اللعب عليه. وحتى برونو في مباراه الاتحاد المنستيري كان بيميل عليهم، فكان بيبقى فيه كثافه في الجبهه اليسرى ودايما كان اللعب بيروح عليها. فخلينا نشوف الحالات ونشوف هو بيعمل ايه في بناء اللعب. يلا هنبدا الحالات، نبدا الحالات مع بعض. بالظبط هنا الكره اتقطعت، هنا نكمل. هنا دايما ده ماتش اسوان، دايما التفكير هيروح ناحيه الجبهه ناحيه عبد المنعم، وعبد المنعم بالتالي هيروح ناحيه علي معلول. هل الموضوع ده بيتكرر مره واحده؟ لا، هو بيتكرر كتير في اغلب تحضير النادي الاهلي، وبيبقى بيميل عليهم ديانج. وكانت المفاجاه هنا بالنسبه لي ان ديانج موجود لوحده، مع ان الاهلي بيلعب بحمدي فتحي واليو ديانج. حمدي فتحي معروف بادواره الدفاعيه. هنا برضو النقطه المهمه جدا في النادي الاهلي، هنا برضو تحضير هجمه عايزين نشوفها. كمل. في نقطه مهمه جدا، اللعب ما بين الخطوط. اللعب ما بين الخطوط بالنسبه للنادي الاهلي هو حاجه مهمه. كمل. هنشوف هنا وجود لاعب واحد وهو اليو ديانج. لو وقفنا بقى هنا، نقف بقى هنا، وجود اليو ديانج في مساحه كبيره جدا لوحده، وحمدي فتحي اللي المفروض ان هو بيلعب على الورق 4-2-3-1 يبقى موجود جنب ديانج، هو مش موجود جنب ديانج، هو بياخد ادوار هجوميه ثانيه، هيختفي بره الكادر دلوقتي وياخد ادوار هجوميه ما بين الخطوط عشان يستقبل كره طوليه. نكمل اللعبه. هنا اكرم مش مطلوب منه ان هو يبني لعب، فدايما هتلاقيه بيرجع تاني. كمل الحالات، هتلاقيه بيرجع لمتولي، ومتولي بالتبعيه هيروحوا ناحيه الجبهه. بص بقى هنا، نقف هنا. بص ديانج تحركه عامل ازاي قبل حتى الكوره ما تروح. ديانج بيقرب من علي معلول. نكمل. ديانج هيروح ناحيه علي معلول لانه عارف ان اللعب هيروح هناك وهيتحرك. بص حمدي فتحي هيتحرك لقدام عشان يستقبل الكوره ما بين الخطوط، وهي دي الهجمه المتبعه في بناء اللعب للنادي الاهلي. وان كنت انا افضل ان بناء اللعب يبقى من الجبهه الاخرى. ليه؟ لان علي نكمل الحالات. علي معلول دايما بيحب الزياده، فانت عشان تبني عليه لعب لازم يبقى موجود ولازم يرجع. بص هنا ياخد خطوتين وهيرجع لورا. وهنا برده حاله دي بقى عايزين نتكلم فيها في حته مهمه جدا، ازاي تحيد اليو ديانج. نقف بقى هنا، نقف هنا. الاهلي بيبدا لعبه بلاعب وسط واحد بس، ودي مشكله كبيره. لو تحيد اليو ديانج الاهلي هيبقى في توتر للمدافعين، مش لاقيين حد يبنى عليه الهجمه. بس هو كده مفيش اليو ديانج اللي هيلعب دوره بقى. انا بكلمك على اللي جاي، حمدي فتحي. يعني هو اللي هيبقى موجود في مكانه. فهو كده كده بنتعامل كرقم، رقم ستة او رقم ده. فهو لاعب واحد متواجد قدام المدافعين. هنا لعيبه الاسماعيلي باسم مرسي والوحش هيقفلوا زاويه التمرير تماما على اليو ديانج. نكمل بقى اللعبه. طب بالمناسبه معلش سؤال، الاهلي هنا هيبني على حمدي فتحي ولا هيبني الهجمه في ماتش الزمالك، هيبني على حمدي فتحي ولا عمرو السوليه؟ لا، حمدي فتحي طبعا. عمرو السوليه ليه قدرات هجوميه اكتر وهو اللي بيستلم. بس خروج عمرو السوليه بالكره افضل من حمدي فتحي. خروجه افضل، لكن هيحتاجه في الاستلام ما بين الخطوط، لان صناعه اللعب عند عمرو السوليه هي افضل شويه من حمدي فتحي. فهيحتاجه ان هو يستلم كوره في مناطق خطر، في مناطق الهجوميه لنادي الزمالك. نكمل اللعبه. هنا هو عايز يلعب لاليو ديانج، مش عارف، لان لو رحنا هنا باسم هيكلم، هيفتح الكادر دلوقتي، باسم هيكلم الوحش. كمل. هيقول له اقفل على اليو ديانج، هو هيقول له لا اقفل انت زاويه التمرير عشان لعيبه النادي الاهلي ما تقدرش تطلع بالكوره. فهيضطر متولي يلعب كوره ما بين الخطوط، وهي دي اللي احنا بنتكلم عليها، دي دايما بتخلق خطوره وبرون راح فيها. بالظبط، فده شكل النادي الاهلي في الخروج بالكوره. عظيم جدا.